ولا الريان سجل السد سجل آخر هدفين في مرمى القوة الجوية. 57 للريان 43 للسد. وهنا خلفان إبراهيمي مرمى اللاعب ومن الثاني الله السد سجل السد سجل الآن بمجهود فردي من الصغير خلفان إبراهيم يتقدم ويمان إبراهيم شوف 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 ولاحظ الكرة مرة أخرى هذا هو مرور من لاعب ومرور من ثاني والكرة مباشرة إلى لاعب مهاري هو مهاري هو مهاري خلفان إبراهيم مباشرة يمر كيفما يشاء ويحط الكرة أيضا في زاوية صعبة يعني مرور ناجح والتنفيذ أيضا بنجاح في الزاوية شوف مرة أخرى لاحظ الكرة وين لعبت وين الكرة لعبت الكرة لعبت على يمين